متابعينا اهلا بكم من جديد، متابع حديثنا وضيوفنا الكرام. استاذ علي، توقفت عندك وذكرت الموقف الروسي الصيني وهذا المؤتمر، هل سيؤثر كل ذلك على جنيف 2؟ اسمع وجهة نظرك. طبعا سوف يؤثر، انا هنا اختلف قليلا في هذه الرؤية. تصور، هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة للدول الكبرى، كل دولة كبرى، روسيا، الصين، او المتحدة، لها اهداف مختلفة بالنسبة الى سوريا. بالنسبة نتحدث عن روسيا والصين، اهدافهما ليس الحفاظ على الدولة السورية بقدر ما هو مناكفه ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية. الصين وروسيا هي دول صاعدة تريد أن تصبح دول قطبية ودول عظمى. روسيا لم تعد دولة عظمى. الاقتصاد الروسي هو اقتصاد ضعيف جدا، هو يعني عندما تحسب اقتصاد روسيا والصين والهند ودول عدد سكانها 5 مليارات، يصبح عدد مجمل اقتصادها الناتج الإجمالي القومي لهذه الدول الكبرى 5 مليار، أو بالأحرى 1.5 مليار بني آدم، هو ثلث الاقتصاد الأمريكي. إذن هناك تخطيط استراتيجي على المدى البعيد لمناكفة وعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام جميع مقدراتها في السيطرة ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن في تنفيذ قراراتها الدولية وفرضها على المجتمع الدولي. قد تكون هناك نزاع حول كوريا الشمالية، فمن هنا الصراع في سوريا هو يمهد إلى صراعات أخرى من وجهة نظر روسية وكذلك صينية. الهدف الأكبر بالنسبة إلى أمريكا وكذلك إسرائيل هو ليس سوريا. سوريا دولة ضعيفة، اقتصادها 60 مليار، يعني لبنان اقتصادها 40 مليار، عدد سكان قليل ودولة صغيرة، وبالمقارنة أقوى من اقتصاد سوريا. اقتصاد الأردني أكبر من اقتصاد سوريا بالمقارنة نسبة عدد السكان نسبة عدد المساحة. الصراع هو على إيران. إيران الهدف الأكبر لإسرائيل وكذلك المتحدة الأمريكية. عندما يقلموا سوريا، أي نزع حليف إيران في سوريا وتقليمه وباي إكستنشن، يعني بامتداد ذلك هو تقليم حزب الله، هو سوف يتم تهديد إيران ومنعها من الوصول إلى المياه البحر المتوسط وكذلك على حدود إسرائيل. عندما نخلق فوضى في سوريا ويكون هناك نظام، وليس بالضرورة يعني نظام قومي بعثي، أن يعني نظام بشار أسد ليس معادل لإسرائيل بهذه الكمية، هو دخل في مفاوضات مع إسرائيل وهو مع التسوية مع إسرائيل وليس ممانع لإسرائيل، ولكن الاختلاف نظام البعث في سوريا هو على شكل هذه التسوى. هو يريد الدور إقليمي في المنطقة، هو لا يعارض، هو لا يطالب بتحرير القدس، لا يطالب بتحرير الجولان، يعني لم يطالب بتاتا بتحرير القدس، ويعارض المشاريع الدولة الفلسطينية إذا استثنت الفلسطينيين دور سوري. هو الاختلاف في نظام بشار الأسد على دور سوريا في المنطقة وليس موقف مبدئي في مع إسرائيل. ومن هذا المنطلق، من وجهة نظر استراتيجية المدى البعيد بالنسبة للدول الكبرى، هو تقليم دور إيران. إيران دولة استراتيجية كبرى وبشكل مباشر ملاصقة للدول الخليجية. نحن في الأردن لا يوجد خطر إيراني على الأردن، لسنا ملاصقين لإيران، لكن الخليج يستشعر. منطقة نفطية كبيرة جدا، إيران دولة شاسعة، 80 مليون مواطن، دولة نفطية كبيرة منتجة، هناك اقتصادها متنوع، هناك علماء، هناك حركة تصنيع. هذا هو الخطر على الاستراتيجية الأمريكية. إذا تم تدجين إيران في المستقبل، أي احتواء إيران من ناحية اقتصادية أو كسب إيران كحليف في المنطقة، فلا يكون هناك خطر. سوريا قد يستمر بشار الأسد في الحكم، فالخلاف يعني لا يوجد مانع. أمريكا لم تقطع العلاقات مع بشار الأسد، هناك السفير جيرالد فورد ستيفن فورد السفير الأمريكي يعني موجود في أمريكا حاليا، لكن يمارس عمله كسفير أمريكا في سوريا، روبرت فورد. ومن هذا المنطلق تصور أن إسرائيل، طيب، الصراع هو دائما على إيران. الجائزة الكبرى أو الهدف الأكبر هو إيران وأطراف إيران في المنطقة، حلفاء إيران في المنطقة، أي امتداد إيران على الأرض في المنطقة. نعم. هي سوريا وحزب الله. واضح تمام. طيب، بس بعض التعليقات السريعة عبر صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رامي السلاوي يسأل، هل أصبحت الأردن مرتقى للدبلوماسية العالمية الآن؟ مها سامي تسأل، أصدقاء سوريا هم من يخافون عليها، هل أمريكا قلبها على سوريا؟ لهذا أنا مع بقاء الأسد. بينما مواطن عبر الرسائل النصية يسأل، إذا رحل الأسد من سيأتي؟ أمريكا. يقول المثل، اسألوا مجرب، الأسد أرحم منهم. طيب دكتور حسن، اليوم جاء الرد السوري على مؤتمر أصدقاء سوريا قبل انعقاد المؤتمر وقبل نتائجه عبر السفير السوري في عمان، عقد مؤتمر صحفي، يعني خلينا نأخذ جزئية منه معينة. تحدث صراحة، إذا سقطت سوريا ستسقط المنطقة برمتها، والأسد سيترشح للانتخابات المقبلة. أسمع وجهة نظرك. يعني بتقديري أن ما جاء به السفير السوري في عمان هو يقع في سياق تخويف الأردن تحديدا، لأن هناك بعض التقدير السورية تتكلم عن ربما الأردن يفتح حدوده. نعم. إذا ما استدعت الحاجة لعمل عسكري من أي نوع، سواء في جنوب سوريا أو أكثر من ذلك.
والاستراتيجية الإعلامية الإيرانية والسورية معا. وشفنا احنا لما جاء السفير عفوا وزير الخارجية الصالحي الأعلي أكبر صالحي الإيراني إلى عمان كان نفس اللغة أنه هو التحذير الساسة الأردنيين بأن بديل بشار الأسد هو دمار لهذه المنطقة، وأنه أيضا وهو صحيح بالمناسبة يعني ليس بديل بشار، هو إن لم تتحقق تسوية سلمية تحافظ على وحدة أراضي سوريا ربما تحدث هناك حرب أهلية، وهي تحدث الآن طبعا، وتأخذ السكتيرين فولت لاينز اللي هم الحدود الطائفية، ما يعني أن ربما جنوب سوريا تحول إلى أنبار اثنين. الأردن عندها يعني سيكون جزء في هذه المعركة سواء أراد أم لم شاء أم أبا، سيكون جزء من هذه المعركة. وأيضا ستطال ألسن هذه النيران ما يحدث في سوريا. النظام السوري دائما يريد تذكير الأردن بأنه ربما عليه أن يحافظ على بلده من خلال عدم العبث في سوريا. تنظر سوريا إلى ما يجري الآن في عمان من مؤتمر أصدقاء سوريا، كما حكى دكتور عمرو هو ليس أصدقاء سوريا، ذو الحلفاء أمريكا بالمناسبة، يعني أصدقاء أي نوع من سوريا، أي نوع من سوريا يعني أي معارضة، من يعني كمان هو هاي الطائفة التي تقاتل العلوية ما هي كمان جزء من سوريا، يعني طيب. لا يمكن إقصاء، يعني هو محاولة فقط أنا بعتقد رفع الكلفة السياسية على الأردنيين ودفع أيضا القضية لكي تشغل الرأي العام الأردني، بحيث تضع ضغطا شديدا وكبيرا وجديدا على النظام الأردني، لأن النظام السوري يعتقد أن هناك انقسام بين مجتمع الأردني الواحد حيال الأمر في سوريا، ويعتقد أن ما تقوم به السياسة الأردني هو امتثال واضح لما تريد أمريكا، وبالتالي هي محاولة إحراج أنا أعتقد النظام الأردني. طيب دكتور عامر، قبل ما أسمع وجهة نظرك في حديث السفير السوري، نستمع سوية جزء من هذا الحديث وبسمع تعقيبك عليه. نعم. ولا يعني إصرارهم على تسمية أنفسهم أصدقاء سوريا أنهم صاروا أصدقاء لها، بل يعني أنهم أعداؤها وأصدقاء إسرائيل. إنما جرى ويجري في سوريا أيها السادة مما يتباكى لحصوله أصدقاء سوريا المزيفون ويذرفون دموع التماسيح على مأساة الشعب السوري، سببه الأول والأكبر هؤلاء الأصدقاء أنفسهم، وسببه الثاني العصابات الإرهابية والزمر الإجرامية وواجهاتها السياسية المأجورة التي شكلت ستارة وغطاء لها في حربها العدوانية على سوريا. وإذا كان أصدقاء سوريا المزيفون يريدون التخلص من إرهابيهم، فهل يحق لهم تحويل سوريا إلى مكب لنفاياتهم البشرية وفتح مكاتب التطويع لشحنهم إلى سوريا بغرض قتل شعبها ومحاربة جيشها وتدمير مقدراتها؟ كان هذا حديث السفير السوري في عمان دكتور عامر. يعني انا ذكرت لك جزء من التأمين، يعني هو حديث ليس جديد، انا اعتقد على العقليه، عقليه النظام السوري تحدث في مدار سنتين عن خطر سقوط النظام على الاقليم باجمعه، كانت فيها رسائل بين رسائل تهديد ورسائل تخويف، لكن اعتقد انه ما يجري الان يعني لا تملك إلا هذه اللغة للحديث. واضح أن على الأرض هو السوريون معنيون تماما بإنجازات على الأرض، واضح أن لغة النظام السوري تزداد يعني قوة كلما زاد الإنجاز على الأرض، وهذا يعني أن حتى جلوس حلفائهم في على طاولة المفاوضات الكبرى يعني الروس يعني مستندين إلى وقائع وانتصارات وإنجازات على الأرض، يختلف تماما عن جلوسهم بينما يخسر النظام أرضه. ما أعتقد أن ما تحدث به أيضا عن أن ترشح بشار الأسد للانتخابات القادمة، يعني هذا ظهر اليوم في المبادرة التركية. على كل الأحوال تحدثت اليوم الصحافة التركية عن المبادرة التركية التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالترشح، شريطة أن يتنازل عن الصلاحيات اليوم والبقاء في القصر الرئاسي السوري إلى لحظة الانتخابات، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مشكلة من طرفين النظام والمعارضة. وهذا يعني رؤية يبدو واضحة أنها مستندة إلى إنجازات على الأرض،
وخصوصا فيما جرى في الأسابيع الأخيرة. يعني تقصد إنجازات عسكرية؟ إنجازات عسكرية نعم. للنظام السوري على أرض. وواضح أيضا في إعادة تموضع تركي. يعني واضح أن الأتراك منذ زيارة الوزير لافروف إلى تركيا وعقد المؤتمر الصحفي مع جول هناك مع أوغلو، هناك حديث واضح تركي عن إيجاد حل سياسي. لم تعد تركيا معنية بإبقاء الحدود مفتوحة. واضح أن الأزمة في تركيا يعني بدأت تتعمق، فكرة خلايا إرهابية، أسلحة، اعتقالات تركية. واضح أن هذه كل هذه المفاعيل أيضا بدأت تدفع بالأتراك باتجاه إيجاد صيغة حل، وهذا قد يتبلور اليوم عبر المبادرة التركية التي يزورها اليوم أيضا تركيا ولي العهد السعودي. وبالتالي تتحدث أيضا عن المحور السني الذي بدأ أيضا يبدي رغبته بإيجاد حل وإنهاء هذا الملف لسبب بسيط، لأن هذا الملف لا يمكن أن يبقى ضمن الحدود الجغرافية السورية يعني إلى الأبد. هذه الأزمة يعني لابد أن نحن نسير على خط رفيع بين الفوضى، الحرب الإقليمية أو التسوية، فإما أن نختار. فهذا واضح أن هناك سعي من عدة أطراف لإيجاد إلى خط التسوية وإبقاء هذه الأزمة ضمن حدودها الجغرافية السورية. واضح تماما. طيب أستاذ علي، الرد السوري السريع والمبكر والمستبق للمؤتمر، رأيك؟ الرد السوري هو طبعا يأتي منسجما مع الوقائع على الأرض في سوريا. هم يشعرون أنهم انتصروا عامين من القتال، لم ينهزم النظام. أول مرة ما بختلف معي. وهناك أيضا تأييد، شبه تأييد في المنطقة للنظام السوري نتيجة الخوف. نحن طبعا عندما نتعاون مع دكتاتوريات هي تؤمن الأمن والاستقرار، لكن هذا الأمن والاستقرار هو قمعي وهو هش نتيجة الخوف. يعني لا يوجد أمن واستقرار عن طريق الديمقراطية والحرية، كوني أنا المواطن وأنا أصل الشرعية، وبالتالي الدولة تستمع لي كمواطن كشريك في الحكم والذي أنا أضعها بالحكم. من هذا المنطلق أعتقد أن شعوبنا العربية، هناك جزء من الشعوب خصوصا في لبنان يعيد نظام بشار الأسد، كون لا يعتقدوا أنه لا يريدون فوضى في المنطقة. ونحن في الأردن، هناك الأردن دولة صغيرة ولا تستطيع أن تكون دولة فاعلة كبرى. لا يوجد هناك نفط، لا يوجد هناك أموال، لا يوجد هناك جيش كبير قوي تستطيع أن تفرض. تاريخيا الأردن هي جزء من المخططات الكبرى بخصوصيتها أيضا. لا يعني الأردن يعني لا تريد أن هناك تكون هناك حلول على حساب الأراضي الأردنية. من هنا أرى أن الدولة الأردنية تصرفت بالذكاء، وتصرفت بذكاء أيضا في أثناء الحرب على العراق، أي أنها رسمية وتقول نحن ضد الحرب ونحن مع الحل السلمي، ولكنها أيضا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمريكية في المنطقة. هناك جنود أمريكيين، وليس جنود مقاتلين، هناك استخبارات عسكرية أمريكية، هناك CIA على الحدود مع سوريا، وهناك أيضا اللوجيستكس كما حصل في العراق في 2003 عندما كان هناك جيش أمريكي مرابط في الصحراء الأردنية، بالرغم من الموقف الأردني كان معارض بشكل رسمي. هذا طبعا الأردن ليس فريد من نوعه في هذا التصرف. الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية ترى أنا من مصلحتها أن يكون هناك إعلان رسمي كبير للشعب، ولكن سياسيا تأخذ بالاعتبار المصالح الأمريكية، لكون أن هناك مصالح أردنية أيضا في أن سقوط أو عدم سقوط بشار الأسد يجب أن يكون لها دور في هذا المنطقة، سواء سقوط أو عدم سقوط نظام صدام حسين، هناك مصالح أردنية في المنطقة. من هنا أرى أن السياسة الأردنية تعاملت بذكاء حتى وإن اختلفت معها شعبيا، هناك اختلاف أيضا إذا الشعب رأى الحقائق سواء في هذه المرحلة التاريخية أو مراحل تاريخية أخرى. طيب دكتور حسن، هل تحولنا في الأردن إلى ساحة صراع دبلوماسي حول ما يحدث في سوريا؟ يعني أنا أعتقد وصف صراع دبلوماسي ربما فيه شيء من المبالغة. الأردن كما تناول الموضوع دكتور عامر يسعى لأن يكون لاعب، لأن له مصالح، لأنه الموقع الجيوستراتيجي للأردن يحتم عليه أن يكون صاحب يعني موقف فيما يجري. صحيح هناك موقف غموض في السياسة الخارجية الأردنية، لكن يعني له مصالح الأردن واضحة. المصلحة الأولى والأهم في الأردن هي أن لا تتحول سوريا إلى مرحلة من الفوضى التي قد تلحق أذى بالأمن الوطني الأردني. حتى تدفق اللاجئين هذا الكم الهائل، شفنا رئيس الحكومة عبد الله النصور قبل ربما شهرين أو ثلاثة تحدث عن شمال الأردن كمنطقة منكوب. فهذا يدل لأن التمويل أيضا لم يأتي، ولم تأتي المساعدات إلى الأردن كما كان موعود، وفتحت الأبواب وربما تم تحريض حتى لخروج المزيد من اللاجئين حتى يكون هذا له قيمة اقتصادية، لم يتحقق هذا وأصبح عبء على السياسة الخارجية. لذلك الأردنيين معنيون الآن أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حل لسوريا، وشفنا تصريحات الملك في واشنطن عندما التقى أوباما بشهر 4 بأن الأردن يريد حل سياسي وانتقال سريع في سوريا. بأقل من نصف دقيقة دكتور عامر، رسالة أخيرة.
أنا أعتقد أن الدبلوماسية الأردنية يجب أن تستمر أن تجد لنفسها مكان في هذا الإقليم خصوصا، ولا نغفل أيضا فكرة التسوية الفلسطينية. هناك سعي أيضا لإيجاد صيغة لانطلاق هذه المفاوضات، قد تكون في دافوس. هناك سعي لإيجاد جلسة حوارية جون كيري الملك عبد الله محمود عباس وبيريس لتكون هذا في يوم السبت أو الأحد القادم. وبالتالي يعني واضح أن الأردن ملفاته في الإقليم بدأت تتشابك من العراق إلى فلسطين وإلى سوريا. طيب أستاذ علي بأقل من نصف دقيقة أرجوك، لأن الوقت انتهى، رسالة أخيرة. السياسة الأردنية مهمة في أخذ باعتبار مصالح الدولة الأردنية، كون أن لا تريد أن تجد نفسها الدولة الأردنية في خضم صراعات الدول الكبرى سواء الدول الإقليمية العربية أو الدول الأوروبية الغربية والمتحدة الأمريكية، يكون الحل على حساب الدولة في الأردن. من هذا المنطلق أتصور أن الدولة الأردنية تصرفت بحكمة في هذه الجزئية. جميل جدا. ضيوف الكرام، شرفتموني في هذه الليلة، كل الشكر لكم، شكرا لحضوركم. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد، اللقاء يتجدد بكم السبت المقبل. أجمل تحية، تصبحون ألف خير. شكرا جزيلا لكم، شرفتوني، شكرا.